الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الاولين والاخرين، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. يقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. ولا ريال وحن ان شاء الله تعالى وحكوا ان كتل ما مدونا ايات القران ورب سبحانه وتعالى وقلها الله يددك المؤمنين الهي وحوضا وقع يددك الهي يا رسولك سهي اخر رمي يا ايها الذين امنوا كو الهي رسولك سهي رمي الديب الهي سبحانه وتعالى وحوضا وقع المؤمنين وإلهي أوي يا رب إلهي سبحانه وتعالى وحبوي يا أيام الله بار من كمدة إن إلهي سبحانه وتعالى وأمر يا دنتو ده وأدوية ده يا أخي ده ده أنفعي وإلهي سبحانه وتعالى قال يا شيء سيكون قاريا يا إن إلهي أكرر يا بيا وحما وربا وأدوية ده يا أخي ده الله بار وربك سوتشيني ويكون متيسر أيام إلهي سبحانه وتعالى عذاب كيسة هي عرديس إلهي يقول يا أيها الذين آمنوا كو إيمانك لغير وحيوت هاي فضل هي أمان هي كرامين إلهي سبحانه وتعالى إنه إيمانك هو المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إلهي يقول سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم إلهي يقول لي وحيا بها نقو أرزاقي إيه هو ناكسن عنب الرب إليه سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إلهنا سبحانه وتعالى وما أدنى وحي إلهي سبحانه وتعالى إن أمري لو أرموت وحرب سبحانه وتعالى إن أمري وحان عنينا أما أن عبينا يقفك وكنا ولا نير إنه نغض وحالا كلوا من طيبات ما رزقناه وحي آياته تلمام إسان وحي أبها طيبات كيه ونعسن إن إلهي ما حرامي وحكا استوى طيبة طيب كوحوي ووح قفك عن فعي وندق كيني من قفك الدنيا الآخرة عافمات كيسا محيليني حن عافمات كيسا محيليني قفك أو كوكرية كعيلية وناك وكالية وحي أنا نطيب هين والله إنك أحرمه ونبي عليه الصلاة والسلام إلهي وحكوت المامي ويحل اللهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إن رسولك صلى الله عليه وسلم وحيابها الطيبات كيف ونكسنا أو نوحى لي وحيابها حن عافمات كي نوحن أما عقل كي نوحن أما بلشان الربو كان ينا إلا إنك أحرم ويحل اللهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ولا بيان وحلينا أمرين إنن وحيابها طيبات كأي ونكسن إن قال إنه أن حبسنه وأن حمالنه أي شرع بن أمري وأنا قعنا هذا الأمنين وشرع بن أمري إن فسك حلالا أو ونكسن وطيبا إن قال إنه وحيلاه سبحانه وتعالى إن أمري إن الرزق حلاش أنا رزقك طيب كه ونعكسن إن الطريق ونعكسن وحلال عن كتوم وقفك الطريق كستاون كغارمين إلهي يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذنوا البيع ما لنت الجمعة يسوى رب سبحانه وتعالى ضدك الله الله يا إلهي رسولك سآخر يا آخر من ربيعي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع مرك إلهي سبحانه وتعالى ذكر جيسا مرك الله قباقه قل آدامه آدام كالضنبوي آدام كأيم كالآداميوي إلهي يقرأ سبحانه وتعالى شقة الجرجية مهرضها حرا أجيبا وأقبلا وأودك دقا دوقا لأنه يقول دوقا يقول لأنه يقول إلهي سبحانه وتعالى ذكر جيسا
ذكرك إلهي سبحانه وتعالى وآياته كشاكي وصلاة للتكني وصلاة الجمعة هي خطبة للعبيسين فاسعوا إلى ذكر الله وذلوا البيع إبكنا جوتياني فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون مركز صلاة تكتان وواجب كان جودتان إلهي سبحانه وتعالى ومن فرينا فانتشروا في الأرض إلهي إلهي سبحانه وتعالى عدلك كباها والرادي إلهي سبحانه وتعالى فضل جيسا يبدأ جيسا بادي رزق إلهي غانية إلهي سبحانه وتعالى أصلا لكن أكتبين إلهي أسيسا فاذكروا الله كثيرا إلهي إبغى المصر ولا غيان قف قلنا شقيسته وحب سيده وهو حلص وبعه شرعي من دي رجلي هذه هي أدل إن أبو دي رجلي قف قلنا نقعناها لغني يا شقيسته حلص وبعه وإن أدتك اسكونا بان رئيس أين اسكونا بني لكن طريق حلال وكل هذه اللي طريق صحة وحلال وكل هذه وها آلي آلو بضان بريها الضربة إن إن دادك هو آبي يلمبع وها يحكوها ليان هي طريقة يحوالوه بصوك ليان هي قابك وقفك تجاري سنيو إن وقفك هو آبي يلمبع اسبوا يدين با وها نمع حلال ما نسوى حرام لكن أي لبطون حالا إنو هلا أما العقل السمعيو إنتا سنبا مهمو لكن حالهم طريقة وكوها ليوم اسمه ويديني نبينا صلى الله عليه وسلم وحول الرب أشعث أربرا يمد يدي بضان أبو نبي صلى الله عليه وسلم مد بصاص أي كم قطع أو بردل أو مسافرة أو قعنا كل تاجر يوياه بريا قال يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وبدي بالحرام فأنا يستجاب لذلك إلهي مبريا وحالله وحي الدعاء لقوا أقبلي أسبابه الدعاء لقوا أقبلي ولقوا لي لكن وحبا حسنا ومسافر قفك مسافر كان ومستجاب الدعوة وحكموا قد هباهي أياكم غدا وبسا سيئي قاموا كانوا تاقيا مركز إلهي مكان إلهي سبحانه وتعالى مجد يسيب كبريا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا رب يقولي لكن محاسدا ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك وحاولني يا عقوتي وحرام هدى وحليه وحرام وحكوب قريعه وكوب قريعه وحرام سيد الله ما أقبل يا ابن النبي صلى الله عليه وسلم بريضا سيقفك النوع يا بريضا لو أقبل حرام توحي كنتا إن بريدة لغا أقبل بها ودعا لها للنبوس عليهم أي كانتا وحكى رسولك صلى الله عليه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم كل اللحم نبت بحرام فالنار أولى به جرك استا وكوب بقلي جرك استا وكوب عيلي كنا حي حرام نار بامضان كل نبي صلى الله عليه وسلم نار بامضان مركب قفك رأيه سويدي غرط حاجات كشقي سانسا ما أنت اللي اسمه يدين يا الناس رسولك صلى الله عليه وسلم وحيني لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أم من حلال أم من الحرام حديث كإمام البخاري أنصاص علي وأبي هريرة ورنين ورسولك صلى الله عليه وسلم وحيني دون وقتي وفق أولو أبيل حولها صوك العياء أولو أبيل أم من حلال أم من الحرام من طريق حلال يكون صوك للحولان من طريق حرانا أي يكون صوك للحولان مسيح حلال وكوها للحولان من سيخ الدن وشعق وقلين وحرانا أي يكون صوك للحولان وحا وقت قريب كان جوابنو ولبا آدي آدو بطي ديال نويس بدي شيء وحيا بان 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 مثل هذه سنية وهذه هذا خطر بان وعصر وخطرع وضدك حوله دي هي مالك دي لابو دعيو سحب درع الله مقادمي سفي عنا اللو أقاسمي الله هلي وقفك اللي قلين ايوه سفي عن وقعد عدعيني اي آلية بريهن وبان وعندونا ايه
كتل ما رو لما كملا وعجرا إن وحلا يراه التسويق الشبكي الهرمي أما وحلا يراه ماركتين نتويك تسويق الشبكي لما أنتي بلا ما ورانك روح الحرام والله جاي على النوعية حلالة إن إجراء لكن نوع عن تلمام الدورة وعن صورك بحين دونه نوع الدورة بها النبوة ما نوع الدورة بها يشو شركة ما قاعد تقول الدورة هلا بحين قام كين دورة بها اللو عاسمه نوع عن شيء الدورة أي الحكم في شيء الدورة إن شاء الله وحكم ده نوع عن تلمام الدورة ما صورين دونه شقاد السيدة بها وأنا مر بقفك شقيسة أيام وأنا حولي سد بقفك شقيسة حولي سواء بقفك شقيسة أما الحولي سيا مر قيسة وأنا بقفك شقيسة أما خير ردي سيا بانتيسة وأنا بقفك شقيسة وقفك حفيظ بفرانكرا لتليه النبانكرا خبير بول النبانكرا دقاليهن وطرك تلاسية بول عقاقاتا فكرة بودك نسوك ونكرا شقا أبور بوكانكرا لكن واحد كور رمينا وخيالي وواحد وهمية وضط لونا عيون وعويان وشركة لها هرمية هرم هرم معنى ذو حوي وسيلة أهمتا أهمتا وصلوا كذا دش أنا كير وصل أنا كبر العالم معناها صل بالعالم ما يلا هاي دش أنا قف بعد كفر ليه قف بعد دش أنا كفر ليه لا بقف بعد كهية صدق بعد كهية إلا هوست صل بالعالم وساسوي ما كسر بلاد النوع عاس وكلاع وضد سكوت النور كدوشة كجفر ليا أيوة كوسة يسكون نور مثل ما مثل كوسة أيوة أيوة كل حاجة لي أنت أبوها ساسي وأنت خطرت يعني هنتلو لي وما لتلو لي إلا دعم خطرت وجهه شركة أما شركة النوع عليه واحد شقيان مركي هراء إنك نوع شيء دوني سبديني لكن وحي الشقيان سلا بضن إن الألاب بني من إنا إلى ذن ألاب تنوع دون تبع نوات دواني من إنا تيالا بيولا ليا أما وحني من إنا ذن أما وحني من إنا قوة ألاب تنخبا اللي يبين إيا وحن اللي يبين إيو وانضمن كالرواب قفك قبل تكلم بنا يا شركة إلا رسول الله الله بها حليلي ألاب بني سنسا ألاب تقيمة قوة الله سمينية و 10 دولار 10 دولار 20 كونتر هو انت يعني يا ابو ايمان كان قرشيا علامه واحد نقول كرتا علامه كسعة اما الدويس كعالي والدوين كاملا اما دار قرار كدت باي حدان كاملا هو واحد ولا هي هل لا هي هي شركه واحد كسو بيري كرتا ان شيء كاملا ما لما كاملا ان ديسيتو ما كان ديسيتو وإن كنتم لما قفوا كلام لما كنسا لما قفت كنتين من بط من لما قفوا كنيا هو سنة واحد كنيا يعني لسديد قفوا كلام أي زي كنيا وإن سميستهم جروب أما مجموعة وإن سميستهم أرب أرب يرعى ذو العدد كاشر وإن أدشر قف قصوا كامل بينا وإن أرب قاسا ميستهم وهذا كاسي هو سيء ترى معينة مركة قادو إيه عددك اللوبة هي عدفينتو أيها الهلق سيبا للي العقل مرحلة كبيرة مرحلة الوارد العقل انتي كم بلان يا الهلق مرحلة الصدحات وعيوب هي وهو هي مرحلة الفضة ومرحلة ذهب أو كلمات مرحلة فضة وصلفر مركا ذلك قاعدة العقل معينة ليلمس مركا مرحلة الذهب قاعدنا العقل ليلمس هذا إذا كسي قلت بيسا مرحبا مغنس العقل بضم باقوس وضع عيسا نوع عاسي وحويان ومدكا ميدوني قاب قالوا شقيان مدكا لان حالك وحلقي يكسيريو وطن إبكايو بحيان من سارك الجروب
أو كويسنا أو كورا أو كم تون بالي بكرة سي سيني مايا وإنسان الكل بكرة مركب ما دام هيتهال العقل العقل لو يفسر يوم واحد كجرا ربا كجرتا ربا يا كجرتا أو ربا النصيحة كجرتا وحي إني كلا كلا قادا لها دلا ما كلا قادا لي واحد كلا كجرتا ربا الفضل بقى كجرتا العقل تنير قفك ومحينا يوم محوكو قادا لي العقل بضي مثلا واحد في عيسى بقول دولار وحطونا يا كومنان دولار إنه هلو دولار مثلا واحد إلهي شان دولار بالبحين شان دولار أفر بلاد كده هدنا لبيه طوان كون أو دولار مالهلي أما واحد كبارا أجل كيما نسا لبيه طوان معنى ذلك أفر بلاد أو بشي بصدح كون أو دولار تايوي شان دولار نور بحسن وخيانا عدوي هي غرض مرك واحد واي هرت ربا كتير توار برك الكوبات ربا ده نوع ذوق دين ده الكل جالسين إلهي سبحانه وتعالى تقال قوم يسير عند ربا ده كنا غنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلهي يقول له قال أنا اللي لا تقال مني ذك ربا ده استعمال وذك حنتيد وذا حب درك وقال مني وفك شن دولار دولار ذك حق قال مني صدق كل بالجنيه حن ربنا حاجة كتير لعبتها من السلبي هذا ما مهرات فرنك با او وصو سارسا هكاي لعقت انا كاتري ما يدال دا شاي لعقتو شنطن بقول ما لعق لغو شقيا ما يا دك كون با لغا قاد قاري سيده صدح كون كو الى انو الى ندي على ابو لغا شقيا يو شركه اي فال انت لا اسكو درسو او لا دهي لو كا شقيا وا شركه تاسي وا قول قول كلمات waxa ku jira garab khiyaama ku jirta khiyaamada ku jirta waxay tahay waqtani laantana u dhigay waxa uu ku helay badan ee loo sheegay inuu heli doono iyo in kale ma garanayo waa dhin amarka loo eego waxay fuqahadu yiraahdaan bay'ul mahdum waxaan jirin baa libsanaysa in qofku uu iibsado ama qofku iibiyo وحرم جرينا ما بنانا شرعا وحرم وبيع المعدوم وحرم قفكو العتو بهي محو بهي وحمقا وانجرين وكوانان دولارا وإنو هالي دوني ينكا لكرنين لكرنين أيو العتو بهي مكا وتقضب كالوات هي معاملة نوعان يا حرام كتاين نبي قناة صلى الله عليه وسلم حديثك أبي هريرة أولينا يا إمام مسلم نوصوص علي محو أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ورسولك النهي عن بيع الغرر إيبك خيامته يكترت غرر يكترت وقفك أولا قراني جهالة يكترت وإحنا نمسده أولا قراني نبقون نهي صلى الله عليه وسلم قضوا كصدحان وحاكو جرى غش غش باكو جرى قفكا غش باكو سمي وحلالايا قفكا أدقوا إسكافها ريا أدي أدمير إياه نقضي مليون نير نقضي رأسا خطبت با قفك الرجي دي حرفان با حلي وحبا الله شرحي مركز بو حللي شان دولار شان دولار وشان شان دولار أيان أفر بلوت صدح بلوت مدير أكل نقضي رأسا تهاجر شان كالي يوضحي ولما سيد الله قليني وحللي شان دولار أيان سيئا قرامة دارسي ku dhawn waxa laga hordayaa si ay dadku isku qabsano ila qofka qaraabadaada warna shan dollar baa loo diinay sawo qoran qofka qaraabadiina mararka kamid marka shan dollar shirkadda ku jira ku shirkadda kamid oo qaraabada shan tira ma shan buu ku dawarday si aanan shirkadda lacagtana loo helo isku qabsi iyo xisaabta la wadaa iman oo aanan kiis loogu soo oogin baa waxay ku leeyihiin qaraabo raali qaraabadaada qofkii qaraabada ahaa markaad ay kuma oranayo $100 sii arinta labaad ee kuu soo gelinayaa waa maxay waa tacaawun maxaad u bixiyaa si uun si waaye waan siiyo qofkan qofka wax siiya waa inaan waxba ka doonin ninka nagu lacagta u bixinayaa inuu lacag kumanaana helo baladagu labada iskala sii tacaawunku waxa weeye qofkan inaan lacag siiyo bas inaan dib dambaysa waa inaan qofka أنا الوحيد سيء وهذا القادم حتى شرعه ما هو قلت
صدقه با كا خمارهسا حتى تلاهي البعض العكسي ما لا شيغش انه قنسا لكن العقل كانوا فديو حساب تميا او دد كان ليلي او شركه كو بيري او كالكوليتر هيستي كلي وحبوب بلا شبهه وعقليه ددك لو خيامين هي كانت غرر ما كجر واحد كجر غش وعلى النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا نبي السوق وصومر المعلم على ما كمله سوق المري كري نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله وصلى رأى وأنبياء الرسول صلى الله عليه وسلم صلى رأى كيف بفضل بنايا أي سوق وصومر كري ذاك النرشو ده أي رسول صلى الله عليه وسلم إندين كري وهي بين يا أبو هيك كري وضايم بصومر كري ما هي صدق هو المدح غير مكان مرايد المدون حرام يجاري المدون كتير مرايد المدون طلع على مرايد دون المدون ده ويوم مدة في أمان يا رسول الله مركز سومرا ندك قبر سعيد ده ندك إسكا قرية يا رسول رسول قيس تو سومرا نم راشين يبيني يا أو راشين مال كتولي أيو رسول فك عن تساوي تحجلي gudaha ayo ka soo qaaday gunta raashinka ayo in ka soo qaado dusha soo dhigay way qoyeen la rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa wahyoonay qoyaankii gudaha ku jiray to sida u galiyo soo qaado dusha soo dhigay markaas wuxuu yiri ma hada ya saahib at'aam warwaan hay qoyaankani markaas wuxuu asaabat samaa rasuulallahu rabba gudaay markaas nabi sallallahu alayhi wasallam ala ja'altahu fawqa at'aam hatta yarahu an-nas inta qoyan ma hada soo galisay ma hada soo soo dhigayse oo soo dhigayde saadad ku arkaan man gashana falaysa minna wuxuu qofkana khiyaamaya qofkana khiyaamaya naga midna habuna nabi sallallahu alayhi wasallam hadii geega iyo tariiqada iyo hanuunka iyo diintan la inin bu qofkaasi qof baal marsay wa khaayn man gashana falaysa minna dadka shirkada ku shaqeeya marka waa noocaas wey waxay dadka u qarinayaan wax qarsoon waadish rishkuna waa xaraam arinta saddexaad arinta afraad alaabta la iibinayo ama lacagta la bixinayo waxaa ku jira noocii khamaarki khamaar waa qof hantidiisi ku khamaaraya waayo waxaan loo ballan qaaday faraha badan ma garan kara inuu helayo in kale marka ama hal ama waa qalbu leey hadana marka la ku nabo lacagta in ka badan bay xid way si macaanaysa in ka ka badan si lacag intii ka badan u hesho de in ka badan bay xid la oranaya ila marka dambe la yiraa kuma naan bay xid si hal milyan u hesho shan dollar ba milyan gaaraysa ma joogsanaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala khamar ka naga reebay ya ayuha alladina amanu innamal khamru wal maisir والأنصار والأسلام فكس من عمل الشيطان في اجتنبوه إلا ما نقل هذا سبحانه وتعالى أردت شناد معاملة النوع على حاران كتاي وحا ويان قصد كاللقل إيهي إيه وحدك الله شاق أيه أيه كالدوان وحا نجلت قاعدة فقهية وقواعد الشريعة وين كمدة أورانيسا الأمور بمقاصدها الربا هو على كل ساعة وجدد قفك أولي على كل ساعة واحد بدن أو كم إذا مسائل شرعية قاعدة نساس كلا يلين بدن محول الجد قفك قصد كادو حريب ستوان معي ما هنا دوادا استعمال شو تقولي هذا فرنسية ولا جيب سلاي هنا ده دوادا يبسطه أتسوق على كشاع ما يا واحد لعبت نوب بحصي inaad shirkada ku biirto lacagtana bixisay qasadka aad ka leedahay waa maxay ujeedadu waa inaad lacag ku hesho taa macnaheedu waxa weeye inaad lacagtan lacag ku iibsatay marka waxa imanaya sidaan soo sheegnay in ujeedadu tahay lacag lacag lagu iibsanayo waxaana jirta qaacida kale oo fiqhiya oo oranaysa alwasaa'il laha ahkaamul maqaasid الوسائل أحكام المقاصد وسيلته حكم مقصدك وجدلة حكم كذا لذا حتى وسيلة الراعي وضد يا طريق الراعي هذو حاران كجارسين يو وضد الراعي أما طريق الراعي نو حاران ها
هدو واجب كجارسين ينا وواجب إما كصلاة دلتي ما بين صلاة إلهي يحيي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذكر الله أنت صلاة جمعة هي واجب كا إن أتبدته وحي كحران تاي إن أتصال صعته وما أتصال رقيصه أما أتقال صنعه ووصيلة هذه هي الوصيلة وصيلة المحاد بقاريسة صلاة صلاة كما قاريسة الواجبة يدوى واجب صعد كا صلاة صعتي والواجب نقض كا نقضنا إسانا أجل بات كاريسة وهي محاكو كاريما الباري سو ما دي من صلاة دينا سوتكتو سي صعد كينا أجل بات كاري سير نقط كان أجل بعد كذا ليسا صعد كذا والوسيلة وسيلة أنا شايف إني وتسوي مرك واحد نديم ستين هو والوسيلة إلى الحرام فهو حرام والوسيلة تكون جارة ليس حرام مرك واحد حراوي حتى الوسيلة تكون جارة ليس حرام وحرام وعلي نود بيدي إن قفكم مثلا أو دقي استوحهم دقي سجى adagaysan ay sawaxan waxa ku gaarsiinaya xaaraan daala la wada markay jooji indhaana waxana ku eegin waxa ku gaarsiinaya igmadani xaaraan awraadka dadka ku eegin baale rag weyn dhaayeen dumar ku taagin awradooda dumar ku ayeen rag indhaa ku taagin maxaa loo diiday waxa la diidaya xaaraanka khatar badan inay ku gaarsiiso marka waxa weeyaan arintani waa dariiqa xaaraana أو كجارسين سحرانوي ما دام حاران كجارسين سيدنا وحاران أخيرا وحلاها دليل إذا كواحد كوه أولن قارب كلو شقيستا شقابور كلا سمعية لعدت أن يسكو جيسين واحد كلا كوه قرصرا تكالي يريد كفر تاني عشرة شركة كلا كوه قرصرا سمعية هل أبور كلو شقو سمايا لكن وحا أنت المامي وحا المعاملة نوعاسي ومعاملة أن بنانين شعر وحا نكون بنانين وحي أبا أمي صور شيئي أيينا نكون بنانين وحا النبي صلى الله عليه وسلم مولي سبو كورا من آخر زمنك لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من المال أم من حلال أم من الحرام إلهي سبحانه وتعالى وحكبرينا إلهي خير كريم وفجي الدنيا آخرة إلهي سبحانه وتعالى رزق حلالا هو ناكسن إلهي سبحانه وتعالى إنه المسيح إلهي سبحانه وتعالى إنه روك إنه بركية وإنه أبر واقية إلهي سبحانه وتعالى حجينا يا قنتنا يا عقلينا يا علمينا إلهي سبحانه وتعالى إنه موافعهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأنتم سلام.